اهلا بكم مشاهدينا الكرام في صوت اليمن ومستجدات كثيره اليوم في الحديده كثفت الميليشيا الحوثيه قصفها للمنشات الحيويه داخل المدينه ضمن التصعيد العسكري المتواصل والمتزامن مع رفض الالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي نص على انسحابهم من موانئ ومدينه الحديده. وقصفه الميليشيا مستشفى 22 مايو ومجمع اخوان ثابت التجاري والصناعي بقذائف الهاون والاسلحه الرشاشه رغم خلوها من اي اهداف عسكريه ورغم استهدافها عده مرات سابقا صور امامكم لجانب جانب من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في الحديده هذا مستشفى 22 مايو طبعا استهداف المستشفيات والمراكز التعليميه والاعلاميه هذه كلها تعتبر جرائم حرب وفقا لتصنيفات القانون الدولي. وفي حجور وفي اطار الجرائم التي لا تزال الميليشيا الحوثي تمارسها بحق المدنيين قامت الميليشيا باطلاق ثلاثه صواريخ بالستيه على المدينه في ظل تواصل القصف الهستيري بكل انواع الاسلحه الثقيله. اما في صعده فقد تمكنت القوات المسلحه من تحرير مواقع استراتيجيه شرق المحافظه بعد معارك ضاريه خاضتها ضد ميليشيا الحوثي في سلسله جبال سمر. وفي قذاميل الرابعة جنوب قذاميل الرابعة جنوب شرق الجوف والمشارفة على مديرية الحشوة وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية على امتداد نحو 10 كيلومترات. إذا اليوم آن الأوان لنقول كلمة عن قبائل الحشا والضالع فمثلما أصبحت قبائل حجور وأسودها مضرب المثل في البطولة والبسالة وفي صدارة المشهد الشعبي المقاوم. ايضا قبائل الحشا والضالع تستحق ان تحنى لها الجبهات والهامات اعتزازا بقبائلها التي انتفضت وصمود ابطالها الذين يسطرون اروع البطولات بجانب الجيش ويبذلون الارواح والمهج لتحرير مناطقهم. تعظيم سلام للحشا التي تسكن منا القلب والحشاء. ولقبائلها التي انتفضت لكرامتها وابت الا ان تساهم بقسطها من التضحيه والفداء حتى اصبحت اليوم مضرب الامثال في النخوه والنجده والشجاعه القبليه وتاجا على راس كل يمني حر يترقب نهايه الكابوس الحوثي على احر من الجمر. اليوم قبائل الحشا والضالع تتداعى وتلملم شتاتها. وتتآزر لتبعث الامل في بقيه القبائل التي تنتظر اشاره البدء للانضمام الى الصف الجمهوري المقاوم، لهذا الكهنوت الحوثي المدمر الذي احرق البشر والحجر والشجر ولم يبقي او يذر. ما اغبى هؤلاء الحوثه وكانهم يجهلون الضالع ولا يعرفون شراسه قبائلها وشده باس ابنائها حينما يغضبون لوطنهم، هم يعرفون الحشا وقعطبه ودمت وجبن واخواتها هذه كلها نار حمراء من اقترب منها احترق وها هي الحشا تؤكد هذه الحقيقه التاريخيه فقد تحولت الان الى مثلث برمودا يبتلع الامدادات الحوثيه المتكالبه على الضالع امدادات بائسه تتراجع كل يوم الى الوراء ولم تستطع ان تسترد اي شبر ينتزعه المقاومون اليوم الحشا وقبائل الضالع تلقن الحوثه درسا قاسيا في الوطنيه وحب الوطن الذي من أجله ترخص الأرواح أو ترخص الأرواح وتهون التضحيات اليوم أبناء الحشاء وقبائل الظالع يقولون كلمتهم الفاصلة لن تظل المحافظات الشمالية منفصلة عن المحافظات الجنوبية ولن يظل اليمن بائسا ممزقا بسبب عصابة حوثية بدائية جلبت الكوارث وقطعت جسد البلد إلى مربعات مفخخة بالموت والرعب لن يظل المسافر بين صنعاء وعدن عرضة للمتاعب ومشقة السفر ولا مهددا بالتفتيش والبهدلة والمهانة على أيدي مليشياتها ونقاطها الهمجية التي عقدت تنقلات اليمنيين وباعدت بين أسفارهم نعم باعدت بين أسفار سبأ بعد أن كان المسافر من صنعاء إلى حضرموت يتنقل بحرية وأمان لا يخشى على نفسه شيء لن يظل اليمني محروما من حرية التنقل كما أراد له الكهنوت اليوم مثلما أنظارنا جميعا على حجور العز كل اليمنيين أنظارهم متجهة أيضا إلى قبائل الحشا ومقاومة الضالع وإيديهم على قلوبهم بانتظار كلمتها الفاصلة فأولئك بعون الله هم من سيعيدون, سيعيدون لصنع وعدا ابتسامتها ويعبدون الطريق لأبناء الوطن بسور التواصل التي قطعها الكهنوتيون والله على نصرهم لقدير وهو نعم المولى ونعم النصير فسلام على الحشا يوم انتفضت ويوم حملت السلاح ويوم تبعث منتصرة فاصل ونبدأ الحلقة أهلا بكم مشاهدينا الكرام أن نرحب في حلقة اليوم بضيفي في الأستوديو الصحفي فوزي المريسي من أبناء الضال أهلا بك فوزي وفرصة سعيدة نلتقي بك في اليمن اليوم ل نقل صورة حقيقية عما يجري في الضالع والحشاء تحديدا حياكم الله أهلا وسهلا بك والبداية أعطينا تفاصيل وخلفيات حول ما جرى في الحشاء منذ البداية نعم في البداية نتقدم بالشكر لقناة اليمن اليوم ولطاقمها على إتاحة الفرصة والإدارة أيضا وتغطيتها المستمرة أيضا لوقائع مجريات الأحداث في الظالع وتطورات المشهد هناك ونقل الصورة الحقيقية عن المقاومة في هذه الجبهات ما يحدث في الحشاة هو كما أشرت في مقدمة الحلقة هي انتفاضة شعبية والتفاف حول قوات الجيش الوطني هناك ل يعني لاستكمال تحرير ما تبقى من هذه المحافظة ما يحدث هو هي انتفاضة نستطيع أن نسميها بوجه هذا الكهنوت هذه المحافظة لمجرد أن الميليشيات هذه المنطقة أتحدث عن الحشاء لمجرد أن الميليشيات خرقت الهدنة التي كانت سارية بين قبائل الحشاء و وبين هذه الميليشيات وهي كما هو معروف الميليشيات لا لا تؤمن بعهد ولا 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 ميثاق ولا تستمر في تحالف مع احد هذه الميليشيات تؤمن فقط بذاتها وسلالتها ومن على شاكلتها طبعا بمجرد انها قامت بتفجير منزل احد الشخصيات الاجتماعيه في الحشا كما تتابعون من بدايه الاحداث انتفضت هذه المديريه انتفاضه انتفاضه الاسود الابطال وساندها ابطال المقاومه الشعبيه والجيش الوطني من مختلف المناطق المحيطه بها كانت اول من لبى نداء الواجب لنجده ابناء الحشا هما منطقتي مريس والعود هذه المنطقتين اللتان ايضا تمثل حاضنه للاحرار للجمهوريين على مدى عقود من الزمن وليست من الان هذه المناطق التي تعتبر مخزون من الوطنية مخزون من الرجولة مخزون من الاستبسال أيضا على مدى أربع سنوات وأبطال المقاومة الشعبية في جبهة مريس صامدين في وجه هذه الميليشيات أيضا كان لهم السبق في إسناد المقاومة في الحشاء وكانوا أن لبوا نداء الواجب أيضا هناك من رجال العود من رجال قعطبه من رجال الضالع المدينه من ابناء من مختلف الوحدات سواء في الشرطه العسكريه في قوات اللواء 30 مدرع ايضا في قوات اللواء 83 مدفعيه والذي يتصدر المعركه هناك بقياده العقيد فضل النميري هذه المنطقه اليوم تقول بكل عزيمه ورباطه جاش لميليشيات الحوثية الكهنوتيه انه لا مكان لامثالكم هنا وانه يجب ان تعودوا من حيث اتيتم ولن يقتنع رجال مثل رجال الضالع بعوده هذه الميليشيات الى كهوفها فقط بل لا بد من محاكمتها على جرائمها التي انتهكتها بحق اليمنيين على عدوانها على المدن على الاطفال على النساء ولذلك كما تعرفون يقال بان الضالع هي محرقة الحوثيين في معركة النصر كما هي حجور أيضا وغيرها صحيح. من الجبهات طيب الحوثيين كان لهم تواجد في بعض مناطق الضالع ما هو وضعها اليوم أه نحن أه والمعارك تدور على أشراف أو على أه بالقرب من مدينة دمت على يعني في التباب المحيطه بالمدينه وفي المعارك التي تشتعل في الاطراف الحشى من اتجاه محافظه ابن نستطيع ان نقول بان الظالع اصبحت شبه محرره بالكامل لم يعد هناك سوى مديريه جبن، مديريه جبن بعد ان تتمكن القوات الحكوميه قوات الجيش الوطني من استكمال تحرير مدينه دمت وبعد ان تتمكن من الوصول الى اجزاء من محافظه اب ستسقط تلقائيا مديريه جبن لانه لم يعد هناك طرق امداد للميليشيات وبالتالي فنستطيع القول ان ما يجري من تحضيرات في محافظه الضالع وتحديدا في معسكرات الصدرين بمريس وايضا في معسكرات الجيش الوطني في العود وفي قعطبه هي تحضيرات للانطلاق نحو تحرير محافظه اب وليس فقط لاستكمال ما تبقي من محافظه الضالع اليوم المناطق المواقع الاستراتيجيه التي تمكنت قوات الجيش الوطني من تحريرها بدءا بجبل ناصر الاستراتيجي قبل أشهر وأيضا الجبال المطلة مباشرة على مدينة دمت تكون قد أحرزت انتصار كبير جدا على مستوى اليمن بأن وكما أشرت في مقدمة الحلقة بأن هذه المنطقة تعد شوكة الميزان بين الشمال والجنوب وبالتالي هي مناطق ذات أهمية استراتيجية خسرتها الميليشيات تطل مباشره على العديد من المحافظات صحيح. كما هو معروف على سبيل المثال جبال كنه وناصا والعود هذه الجبال تطل على محافظه اب من اتجاه الغرب وتطل ايضا لها اطلاله مباشره على محافظه 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 الضالع بالكامل وايضا اجزاء من محافظه البيضاء وبالتالي هي مناطق ذات اهميه الميليشيات وهي تستميد ميليشيات الحوثي الارهابيه وهي تستميد هذه الفتره على محاولة العودة إلى جزء بسيط مما خسرته من هذه المواقع تدرك أنها خسرت شيء ما هي أبرز المواقع التي خسرتها يعني سوق الطاحون كان يعتبر من المراكز التي تواجد فيها الميليشيا وكانت تراهن أيضا على نعم أنا كنت أتحدث عن الجزء الشمالي من نعم. المحافظة الجزء الجنوبي الغربي كما تحدثت أنت الحشا ومناطق الطاحون التي تقع إلى الغرب من المحافظة وايضا سوق المشهد اليوم لم تعد المعارك في سوق الطاحون بل خلال الساعات الماضيه تمكن ابطال الجيش الوطني من الوصول الى سوق المشهد وهذا وهذه المنطقه تقع بالقرب من مديريه السبره التابعه لمحافظه اب اذا نحن امام مشهد مختلف تماما الميليشيات تجر اذيال الهزيمه هاربه باتجاه محافظه اب، هي ارادت ان تربك المشهد بمحاوله تفجير الوضع في الحشا ولكنها ادخلت نفسها في محرقه جديده لانها ربما لم تعد درس خلال السنوات والساعات الماضيه والاشهر الماضيه هي تريد ان تظهر مجددا ولكنها تنكس في التراب على يد الابطال المرابطين هناك، هي اليوم في أسوأ مراحلها القتلى بالعشرات الـ الـ الهزائم متلاحقة جدا طبعا هناك رؤوس قيادية نعم نعم في محافظة الظالع ربما أكبر القيادات الحوثية السلالية الكهنوتية لقيت مصرعها هناك ففيما تحفظت لأربع سنوات أو لثلاث سنوات عن مقتل طه المداني. في دمت ايضا قيادي اخر هشام الغرباني واخرين من القيادات في الصف الاول للميليشيات خسرتها في هذه الجبهه، اذا هي تقدم المزيد من المغرر بهم الى محرقه الموت ولن تجد نعم. لا غرور الميليشيا هو ما دفعها للاستهانه بشجاعه وبطوله ابناء الضالع وتلك المناطق اليوم تحاول مجددا هذه الميليشيا أن تمارس هذه الحماقة من خلال المداهمات والاعتقالات اعتقادا منها أنها قد تخيف أبناء الضالع وقد تجبرهم أو تدفعهم إلى التراجع عن هذا الموقف ما الذي يقابل هذه الاعتقالات والمداهمات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نعم هي كلما فشلت في محافظه او في منطقه او في جبهه تلجأ إلى مثل هذا السلوك هذا السلوك تحاول من خلال أن تظهر نفسها عندما من تبقى من أتباعها المغرر بهم المغفلين أنا أسميهم مغفلين لأنهم لم يعد درس بعد في محاولة لتسويق نفسها عندهم أنها ما تزال تمتلك القوة أنها تعتقل فلان وأنها ألقت القبض على فلان بينما البطل ليس من يلقي القبض البطل هو الذي ألقي عليه القبض لأنه يكافح ويقف في وجه هذه الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، في ذات المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي هؤلاء هم يدفعون فاتوره الرجوله، فاتوره البطوله لانهم قالوا لا لهذه الميليشيات وهم في المناطق التي تسيطر عليها. في حين لا احد فعلا في حين لا احد يجرؤ يتكلم لان هذه العصابه لا تمتلك سوى اسلوب الغدر والخيانه والقتل ونكث العود، وبالتالي هؤلاء هم الاحرار. ومن هنا نحن نحيي كل من يتعرض للاختطاف او الاعتقال من قبل هذه العصابات لانه يدفع فاتوره الانتماء للوطن وللجمهوريه ويقف شامخا عزيزا بينما تظهر كل يوم سوءه هذه الميليشيات التي تمارس مثل هذه الاعمال. طبعا في محافظه الظالع لا يوجد اعتقالات بالشكل ملفت كما يجري في بعض المحافظات لان كلما حصل مثل هذا العمل تكون الميليشيات يعني تتعرض اكثر للضغط من قبل القوات الحكوميه وقوات الجيش الوطني وايضا من قبل المقاومه لان ذلك يعد يعني كل الاحرار وانا اتحدث هنا عن كلما مارست الميليشيات مزيد من هذا الاسلوب الهمجي كلما انتفض الناس في وجههم اكثر. الميليشيات تورطت في الضالع هذه حقيقه بالنظر الى شراسه ابناء الضالع في القتال ايضا بالنظر الى طبيعه التضاريس في هذه المنطقه لو تضع المشاهد في صوره الارض هناك. نعم أنا وللتعريج على قضية أن الميليشيات دخلت مستنقع في الضالع نحن كثيرا حينما نعيب على تقصير سواء الحكومة أو التحالف في الدعم الكافي لهذه المنطقة في الوقت ذاته نستشعر أنه ربما وجدوا أنها منطقة لاستنزاف هذه الميليشيات لأنها تخسر أكثر وبالتالي هي ليست راضية عن آه بقاء الوضع هكذا لكنها مستفيده ايضا من ابناء الضاله عندما بداوا هذه المعركه آه لم يكونوا بانتظار احد ولم ياخذوا الاذن من احد آه هي مساله كرامه بالنسبه لهم نعم آه هبوا بانفسهم بما لديهم من سلاح بما لديهم من امكانيات وذهبوا لمواجهه هذه الميليشيا واقتلعوا جذورها لم يكونوا بانتظار دعم لا من الحكومه ولا من التحالف ولا من اي طرفٍ كان نعم. إن كان هناك إسناد فخير وبركة لأنه في الأخير هم لا ينتظرون الدعم من أحد لكن لا يجوز أيضا أن نتفرج عليهم افترض أنه يكون هناك أيضا مساندة نعم إلى أي حد وجدت هذه المساندة المساندة تغيب في كثير من الأوقات الذي يحتاج إليها المقاتلين في هذه الجبهات وأنا أقولها هنا بكل صراحة ولكن لا ننسى ما قدمه التحالف من احيانا يغيب دور الاسناد الجوي في وقت يحتاج اليه المقاتلين في وقت المعارك تشهد ضراوه كبيره جدا ربما لو كان هناك اسناد جوي كافي في المعارك جاتشة. الاخيره لما توقفت قوات الجيش عن عند مدينه دمت او ما بعدها ربما كان المشهد مختلف في يعني ال يصل إلى أب ربما كان سيصل إلى إب ولدينا من الرجال ولدينا من الأبطال ولدينا من الوحدات العسكرية المرابطة هنا ما يكفي وهناك من ينتظر وهناك من ينتظر هناك من ينتظر في السدة هناك من ينتظر في النادرة هناك من ينتظر من رجال المنطقة الوسطى من أبطال الجمهورية في مختلف هذه المناطق ولكن لا ننسى أيضا ما قدمه التحالف من إسناد خلال الفترة الماضية ومن دعم حقيقه لا ننكر هذه الجهود ولكننا نتمنى في الوقت ذاته مزيد من هذا الدعم لنستكمل ما بداناه ولنستعيد الجمهوريه بالشكل المطلوب عادت الميليشيا الى القصف العشوائي لمنازل المواطنين، هل هذا ايضا يندرج ضمن جهودها لترهيب المواطنين واثنائهم عن مواصله المقاومه ودحر هذه الميليشيا؟ نعم نحن كنا مديريه الحشا تقع في هي تعتبر منطقه استراتيجيه مهمه جدا بحيث ان لها مناطق تطل على مديريه ماويه بمحافظه تعز وايضا مناطق تحاذي او تطل على اجزاء واسعه من محافظه اب ايضا هناك هي ايضا تطل بشكل شبه مباشر على مناطق سناح والعود وقعطبه وبالتالي محاوله التفاف الميليشيات الى هذه الجبهه يعد محاوله لاختراق جبهات الضالع ولكن لن تنجح هذه المحاوله هي كل يوم تتعرض لانتكاسه كل يوم تتعرض لهزيمه نحن امام مناطق جبليه وعره ساهمت ايضا في صمود رجال الضالع في صمود ابطال منطقه مريس ابطال مديريه الحشا ابطال العود على قمم هذه الجبال يقف جبال من رجال ويلقنون ايضا فيما يتعلق بموضوع القصف الذي تشنه الميليشيات على المدنيين هي ايضا محاوله بائسه محاوله بائسه لترويع المواطنين الامنين في منازلهم ولخلق حاله من الانتصار الوهمي، هو انتصار وهمي عندما نحن نتحدث عن انتهاكات لمدنيين هم يعتبروها انتصارات للاسف الشديد لانهم لا يعرفون معنى القيم، لانهم لا يعرفون معنى لا يمتلكون الـ 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 المجتمع اليمني بغض النظر عن هناك اخلاق صحيح هناك حتى الحرب لها اصول اذا اسمح لي ارحب بضيفتي عبر الهاتف الصحفيه رندا محمد اهلا بك رندا والبدايه يعني الدخول القبائل على خط المواجهه مع ميليشيا الحوثي الى اي حد باعتقادك انه قد يسهم في تسريع أمد المعركة مع الحوثيين براندام تسمعيني ألو حتى يعود الاتصال أعود لك فوزي الحوثيين ربما في الفترة الأخيرة تمادوا في إهانة رجال القبائل ورموز القبائل وشيوخ القبائل لا أدري الفكرة هل هي فقط من أجل السيطرة أم هناك أبعاد أخرى لهذا الموضوع هم في بداية الأمر تعمدوا أن يفعلوا ذلك من أجل إقناع الكثير من البسطاء الذين طالما تعرضوا لظلم هذه الشخصيات من المشايخ في بعض المناطق ولتسويق أنفسهم أنهم جاءوا من أجل نصرة المظلوم لكن استمرت الأيام وانكشف المستور لجوء الميليشيات إلى مثل هذه الأعمال القذرة جعلها تخسر كل يوم أكثر جعلها تنحصر في يعني في إطار معين جعل الشارع بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والقبلية يجمعون على أهمية مواجهة هذه العصابه التي خرجت عن الطور واستفحلت في الظلم والفساد والانجهيه وبالتالي اليوم كل القوى الوطنيه تقف في خندق واحد من اجل استعاده الجمهوريه والقضاء على هذه الميليشيات هل من المعقول ان يتفرج ابناء القبائل ويتفرج رموز او اعضاء الاحزاب السياسيه والمواطنين بمختلف توجهاتهم الى هذه العصابه التي يقودها حمقى جهله لا يعرفون شيء وهم يهينون رموزها ويستفحلون في اهانه رموز القبائل ورجال السياسه ورجال الاقتصاد في البلد يعني لا اعتقد ان ذلك يقبله عقل ولا منطق كل هذه الممارسات آه زادت او عجلت آه من آه زوال الميليشيات وباتت اليوم امام آه يعني قاب قوسين او ادنى كما اقول من النهايه لم تعد تمتلك مقومات البقاء اليوم آه يا ربما معركه فقط آه وقت يعني مساله وقت بالنسبه لحسم هذه المعركه اذا رندا عادت معنا عبر الهاتف مساء الخير رندا مساء النور أستاذ عبد الولي وكذلك الاستاذ فؤاد المريسي فوزي معي فو فوزي, فوزي. إذا استاذ رندا يعني الدخول القبائل اليمنيه على خط المواجهه مع مليشيا الحوثي الى اي حد يمكن ان يسهم في تسريع اجل هذه المعركه تعتبر نقطه قوه في البدايه وخاصه انها بدات في حجور والحاليا في الضالع قبائل اليمن معروفه بانها تعتبر قوه من من زمن بعيد يعني وذو شموخ وعزه لا يمكن ان تتراجع ابدا فللاسف هنا نقول للحوثيين انهم دخلوا لجهنم برجولهم باذن الله بتكون نهايتهم قريبا وخاصه بعد انتفاضه الضالع واكيد في هناك قبائل اخرى يمنيه سوف تنتفض بعد ذلك يعني قد يشجع هذا أو هذه المواجهات اطراف اخرى وقبائل اخرى في اكثر من منطقه لمواجهه الحوثي برايك اكيد من وجهه نظرنا بتشجع الكثير من القبائل اليمنيه لانه من قبل كان هناك بعض التخوف من قبلهم ولكن الانتصارات اللي حصلت في الحجور والانتصارات اللي الان تحصل في الحشا وكثير من من المناطق في الظالع اكيد بتحمس وبتشجع بقيه القبائل اليمنيه لمواجهه هذا ميليشيات الحوثيه اللي للاسف دخلت اليمن بالقتل وبالدم وبالعنصريه ولا وجود لها في اليمن كان في الشمال او في الجنوب ونهايتها قريبه طيب رندا صار البعض اليوم يقارن ما بين الجبهات ال التي فيها معدات واسلحه ربما اكثر تطورا واسلحه ثقيله وبين الجبهات القبليه الشعبيه التي يقاوم اهلها باسلحه بسيطه وتحقق انجازات كبيره وتمرق انوف الحوثيين في التراب يعني صحيح لا ادري كيف تقراين هذه المقارنه؟ قد يكون لديهم أسلحة كبيرة وقد يكون لديهم أسلحة متطورة لكنهم لم... لن يكون لديهم الإصرار والقوة الموجودة في القبائل اليمنية م. لن يكون لديهم الشموخ والعزة والعزة وحب الوطن القبائل اليمنية تحب وطنها وتحب اليمن لكنهم مجرد دخلاء على اليمن فأكيد القوة بتكون لصالح القبائل اليمنية وليس لهم نعم اقصد انا الجبهات الاخرى التي تواجه بدعم مثلا من القوات الحكوميه، يفترض انه لو تحركت كما تتحرك القبائل ربما كانت النتائج افضل هكذا يعني تتم المقارنه يعني برايك يعني هل داعي القبيله والعصبيه القبليه هي من تحرك القبائل اليوم للدفاع عن ارضها والدفاع عن عن حدها كما يقال. اكيد 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 القبائل اليمنيه الذي تحركهم الان هي كرامتهم ودفاعهم على ارضهم ووطنهم، اذا باقي الجبهات التي تدعمها الشرعيه توجهت بنفس التوجه انه يكون اخلاصهم لليمن فقط ليس لاي جهات معينه اكيد بيكون الانتصار لهم قريبا. طيب ال ال الاصداء الشعبيه للمواجهات المسلحه التي تخوضها المقاومه، كيف تتناولونها في الصحافه؟ لها ازاقه جدا ايجابيه واتمنى انها تستمر ولا يدخل بها بعض بعض الاقلام الماجوره الذي تشتت الجهود الموجوده على على الساحه اتمنى انه يكون في هناك تواصل متقن او تواصل مع الاعلاميين جميعا بان يتكلمون على هذه الجبهات ولكي يكون تشجيع وإيجابية لكل الموجودين في الساحة يعني يكون الشغل منسق ما بين اللي في الساحة يحملون السلاح وما بين الإعلاميين الذين يحملون القلم لكي يشجعوهم على الانتصار بإذن الله الصحفية رندا محمد أشكرك جزيل الشكر كنت معي عبر الهاتف أعود إليك فوزي والمشهد العسكري اليوم ربما له قراءات متعددة الكل يبحث عن السلام لكن هل تؤمن بان الحسم العسكري هو اقرب الطرق الى السلام؟ قناعتي الشخصيه ان الحسم العسكري هو اقرب الطرق الى السلام لانها تم يعني تم التجربه مع الميليشيات الحوثيه فشلت في حوارات فشلت في هدن مع القبائل على مستوى المديريات على مستوى المناطق على مستوى المستوى, المستوى مستوى المجتمع الدولي م. هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وبالتالي هي لا تؤمن الا انها هي من يستحق الولايه والحكم. ياتون بالمبعوثين الامميين ثم يطلقون النار عليهم. يعني. نعم اذا ولا يزال هناك ايضا من يثق بهم في المجتمع الدولي و للاسف الشديد للاسف الشديد هل هل تعتقد انها ثقه ام انهم يعني علشان برضه هم مستفيدين من مصالح استمرارهم في هذه المهام الدولية لا أدري هل هو مرتبط بمصالح نعم الكثير من اليمنيين لم يعد يستطيع أن يفهم هذه الجهود التي تبذل هل هي من أجل اليمن ومن أجل اليمنيين أم من أجل, أم أم من أجل إطالة بقاء الميليشيات الحوثية لكن قد يقول ما الذي ستستفيده الأمم المتحدة من إطالة أمد الحوثيين أو إبقائهم لفترة أطول هم منتهين منتهين لكن ما الذي ستستفيده الحكومة الأمم المتحدة من بقائهم أكثر؟ نحن الآن يعني لا نستطيع أن نفهم ما وراء هذه التفسيرات لا نستطيع أن نصل إلى ماذا يمكن أن تستفيد الأمم المتحدة من بقاء الميليشيات لكن وما زلنا نحسن الظن أن الجهود هذه ربما من أجل حقن الدم اليمني ولكن طالت طال التعويل على مثل هذه الحلول ولم تجدي شيء على الواقع باستطاعه المجتمع الدولي ان يضغط اكثر على هذه الميليشيات لقبول مثل هذه الحلول ولكن لا ندري لماذا هذا كله لا ندري لماذا الاستمرار والمراوغه في الشان اليمني ولكن على أي حال أنا أرى أن حسم المعركة عسكريا إذا تمكنت المقاومة الشعبية من أبناء الضالع اليوم من السيطرة أيضا على مواقع جديدة في مديرية الحشا وبعد مواجهات كبدت فيها ميليشيا الحوثي عشرة القتلى نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش تواجه اليمن تحديات كبيرة تتمثل في وجود الميليشيات الحوثية الإرهابية التي حولت المساحات الجغرافية إلى أراض مشتعلة بحرائق الحرب المدمرة الظالع ليست مجرد جغرافيا عادية بل هي تاريخ وثقافة ووجود إنساني لذلك تحاول ميليشيات الحوثي تأسيس موطئ قدم لها فيه دخلت مديريه الحشا خط المواجهات بين رجال القبائل مسنودين بالقوات المسلحه مع ميليشيات الحوثي عقب قيام الميليشيات الحوثيه باقتحام العديد من القرى وحاولت اعتقال عدد من رجال القبائل والذي أثار رجال القبائل ليشتبكوا مع الميليشيات الحوثية التي اقتحمت على متن عربات ومدرعات العديد من القرى في مديرية الحشا وخاضوا مواجهات شرسة خرج رجالها لمواجهة بالأسلحة الشخصية وكانت مديرية الحشا ظلت بعيدة عن المواجهات خلال الأعوام الماضية لكن ممارسات الميليشيات الحوثية بحق أبناء المديرية أجبر رجال القبائل على الدفاع عن كرامتهم والمواجهة مع الميليشيات الحوثية أبناء القبائل المسنودين بالقوات المسلحة شنوا هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الحوثية وتمكنوا من استعادة السيطرة على سوق الطاحون وكافة التلال المطلة على قاع الحذوف وصولا إلى سوق المشهد. مصادر ميدانية أكدت أن أبناء القبائل والقوات المسلحة المساندة أسرت ستة من مسلحي الميليشيات الحوثية أثناء المعارك، فيما تكبدت الميليشيات العديد من القتلى والجرحى من مسلحيها، وتم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة كانت تخزنها الميليشيات الحوثية في مدرسة الطاحون. المعارك لا تزال مستمرة وعنيفة، وتشارك فيها المقاومة الشعبية والكتيبة السابعة باللواء 83 مدفعية، واللواء الرابع احتياط ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. التي دفعت بتعزيزات كبيره لاجتياح الحشا وتفرض حصارا خانقا على المدنيين في عده مناطق وزرعت حولها العديد من الالغام اصرارا منها على قتل واصابه اكبر عدد من المدنيين اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام والحديث عن هذه الانتفاضات الشعبيه هي يعني محل فخر لجميع ابناء اليمن لانه تعيد الثقه الى الجميع وبانه لا يزال في الارض من هو قادر على ان يقول لا للظلم، لا لهذه العصابات نعم لاستعاده الهويه اليمنيه نعم للمواجهه مع كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن هذه الميليشيا التي تعمل وفق اجندات فارسيه ايرانيه معروفه لم تعد خافيه على احد اليوم تفرض على الجميع المواجهه المباشره لن يكون هناك مهادنه مع هذه الميليشيا نعرف ان هناك الكثير من المغرر بهم، هناك الكثير ممن من لا يحبون ايران، هناك البعض يعتقد انه في معركه مقدسه، لكن ايضا هناك مغفلون، هناك من يستخدمون فقط لتنصيب هؤلاء الكهنوتيين لفتره معينه لن تطول في مناصب فقط هم يسرقون منها وينهبون كما تابع الجميع. اذا اعود اليك فوزي المريسي الصحفي زميلنا العزيز ماذا تحاول الميليشيا اليوم استعطاف ايضا القبائل وكسب ودهم في حين يظهر الكثير من من يمثلونها ومن يتبنون خطابها ويهينون القبائل ويوجهون اليهم اتهامات باطله. نعم انا اشرت قبل قليل ان الميليشيات لم تعد تراهن الا على امرين الامر الاول هو يعني لم تعد تستطيع ان تقنع الناس بشيء الا بهذا الامرين الجهل هي من جانب تحاول, تحاول إهانة أحوال. البعض هي ومن جانب تحاول بعض مهادنتهم عندما لا تستطيع أن تكسرهم نعم فيما يجري في الحشاء أرسلت الميليشيات عبر قائدها الأول المدعو أبو حسين الدريب وفود للوساطة أو أرسلت رسائل لقبائل الحشاء لأبناء المناطق أن أخرجوا قوات الجيش الوطني والمقاومة التي دخلت لمساندتكم وتبقى الوضع على ما هو عليه وخلاص يعني في محاوله للصلح ولكن الناس يعلمون جيدا بان هذه الميليشيات انما تريد الصلح اذا انكسرت لا تريد الصلح صحيح. من اجل الصلح لو كانت تريد الصلح مع اليمنيين لما وصلت البلاد ما هي عليه الان عشرات الالاف القتلى الاف الجرحى الالغام التي تزرعها هنا وهناك حصدت عشرات الارواح من الابرياء من المدنيين نحن امام كوارث انسانيه خلفتها هذه الميليشيات وبالتالي لم يعد احد يثق باي دعوات للصلح في المناطق التي تشتعل المقاومه فيها مؤخرا مع هذه العصابه الصلح مجرد يعني حينما يشتد الضغط عليها في مكان تحاول ان تهادن في مكان بطريقه غير معلنه او كذا من اجل لانها اليوم من اجل ان تستفيد من طاقتها المقاتله تستفيد من مقاتليها اليوم آآ صحيح آآ في 2015 القبائل حذرت الميليشيا الحوثيه من الدخول الى مناطقها ووقعت معها وثيقه عهد بذلك الا ان الحوثيين نسفوا الاتفاق بالكامل وكما هو عادتهم واعتدوا على مناطق منطقه الحشا. هم كانوا يعتقدون انهم سيدخلون عبر هذه الثغره على حين غفله من المواطنين، طبعا من ابناء الحشا كتيبه كامله هي الكتيبه السابعه ترابط في معسكر الصدرين التابع او في اللواء 83 مدفعيه ويعتقدون ان هذه ان كل من يمكن أن يقاوم هو ضمن هذه الكتيبة وبالتالي إذا فتحوا الجبهة من هنا في ظل انشغال قوات اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط ووحدات الجيش المختلفة في جبهة دمت سيتمكنون من الدخول من هذه البوابة ولكن كانت هناك وحدات أخرى وقفت إلى حين عادت هذه القوات ورتبت أوضاعها بشكل يعني بشكل ايجابي وثبتت المواقع وقامت بمهاجمه الميليشيات وحظيت هذه الجبهة بالتفاف منقطع النظير من الوحدات المختلفة هناك ففيما جرت الانتصارات على يد الأبطال من من منتسبي اللواء 83 واللواء 30 مدرع وأيضا من وحدات عسكرية مختلفة واللواء الرابع أيضا احتياط أيضا التفاف من أبناء القبائل حتى من غير المجندين حتى الآن في صفوف القوات الحكومية الكل هب وسعي للمشاركة إذا الميليشيات هنا وجدت نفسها أمام هزيمة لا محالة وجدت نفسها خاسرة جدا فحاولت أن تظهر مساعي للصلح ولكن هي هي هزيمة بكل ما تعنيه الكلمة هو انكسار مريع بكل ما للكلمة من معنى وبالتالي كل هذه الجهود التي تسعى اليها الميليشيات نحن نعتبرها انتكاسات لها لانها فشلت فشلت ايما فشل في احراز اي تقدم في هذه الجبهات المشتعله اصبحت كالذي يتخبطه الشيطان من المس لم تكتفي كما اشرنا سابقا بما خسرته من قيادات كيف يمكن دعم هذه القبائل لتواصل مواجهتها لاله المتوحشه نعم هذا السؤال يجب ان يطرح على الحكومه وعلى قوات التحالف العربي لاننا الكثير من الجبهات اليوم التي تحاول او يسعى الاحرار من ابناء المناطق هذه لتفجير الوضع فيها لمواجهه الميليشيات يخشون ربما من الخذلان ربما يخشون ان الدعم لن يصل في الوقت المحدد وبالتالي يتباطؤون لو ان الحكومه ولو ان الأشقاء في التحالف العربي يسارعون لدعم هذه الجبهات في الوقت المطلوب وحينما يجدون الفرصة المناسبة لكان الوضع مختلف تماما لكانت الميليشيات في انحسار أكثر لكانت كثير من المناطق اشتعلت فيها المقاومة ولكن كما قلت لك ربما بعض أبناء المناطق يريدون أن يفجروا الموقف في وجه الميليشيات ويخشون أن تتأخر عنهم وصول الاسلحه والدعم الكافي او ان يظل الحصار مطبق عليهم في ظل استمرار سيطره الميليشيات على الكثير من خطوط الامداد ولكن ما يبعث على الامل هو ان مختلف مكونات الشعب اليمني لا اتحدث عن ابناء محافظه الضالع ولا عن ابناء منطقه مريس ولا عن ابناء مديريه حجور ومنطقه حجور وغيرها الكل كما يقال بلغ السيل الزبا, الزبا نعم ويريدون اللحظة التي يرون فيها يمن بلا نعم ميليشيات لا اسمح لي رحب بضيفي عبر الشبكة العنكبوتية من ألمانيا العميد حسين العمري الخبير العسكري أرحب بك العميد و امام حرب جبال او ثوره جبال قد تعصف بهذه الميليشيات آه شكرا لك آه اخي عبد الولي والشكر آه موصول آه من خلالك لقناه اليمن اليوم وكل العاملين فيها على اهتمامهم الدائم والمستمر لمتابعه آه سير المعارك في الجبال وفي السهول وخاصه في المناطق الملتهبه في الساحل الغربي وفي الضالع ومريس ومؤخرا في جبال آه قبائل حجور الابيه آه الشامخه شموخ جبالها واشكر مشاهدينا الكرام ايضا ولك التحيه ثوره الجبال والى اي حد يمكن ان تسهم في تعجيل امد هذه المعركه؟ اخي العزيز اذا اردنا ان نتكلم عن الجبال في جبال اليمن الشامخه ومن يسكن هذه الجبال شموخهم يفوق شماخ شموخ جبالهم مناطق حجور استعصت على الميليشيات الحوثيه ليس من اليوم بل من فتره قبل 2012 و2013 عندما كانت تضرب دماج وقاومت هذه القبائل البطله صحيح. الهبيّة بابطالها الاشاوس الذي يشربون الشجاعه مع حليب امهاتهم وهم اطفال صغار طبعا اذا اردنا ان نعرج على منطقه حجور وخاصه مناطق كشر والقاره ومناطق العبيسه ومناطق بني ربيان هذه مناطق حباها الله سبحانه وتعالى بجبال شامخه تمنعها وتحصنها من اي عدو قادم سواء عدو داخلي او خارجي الميليشيات الحوثيه تعتبر ان سيطرتها على هذه المناطق الاستراتيجيه والهامه انها بوابه النصر باتجاه الساحل الغربي وكذلك باتجاه مناطق هامه جدا طبعا اخي العزيز منطقه كشر وتواجه هذا الصنف والميليشيات الاجراميه التي تستخدم اشد انواع الاسلحه فتكا من الصواريخ البالستيه وحتى صواريخ جراد المعروف بالكاتيوشيا وجميع الاسلحه الثقيله. طبعا حصلت مواجهات بين قبائل حجور وخاصه في مديريه كشر وقاره والعبيسه وبني ربيان وبقيه قبائل حجور تمثل منطقه استراتيجيه هامه. رغم ان هذه القبائل الابيه لا تمتلك من الامكانيات الكثير التي يرقى بها الى مستوى مستوى التكافؤ مثل ما نعلم ان الميليشيات تمتلك امكانيات دوله نهبتها من الدوله اليمنيه من اسلحه وذخائر وتمتلك صواريخ متطوره استخدمتها في هذه المناطق طبعا هنا الميليشيات الحوثيه تريد ان تسيطر على جبال كشر و مثل جبل قلحاح وجبل شماخ وجبل طلان وجبال بني شهر وجبل جبل المنصوره وجبال رشحه في العبيسه طبعا هذه الجبال هي تمثل حصن حصين لمن يسيطر عليها باتجاه الشمال باتجاه الشرق باتجاه عمران م. ثم اتجاه الجنوب باتجاه بني حرف سفيان وصعده وحجه والاتجاه الغربي باتجاه مستبا واتجاه الساحل الغربي طبعا هذه الجبال ورجالها الذي صمدوا صمود الابطال استطاعوا ان يصدوا كثير من المحاولات البائسه والفاشله واستطاعوا ان يكبدوا هذه الميليشيات المعتدية على المواطن اليمني في قبائل طيب. انفجار و... المواجهات أيضا في الضالع والحشا يعني هل يعد أيضا تصدير لثورة الجبال إلى أكثر من منطقة يمنية <applause> وهل تتوقع أنه تتوسع هذه الثورات والانتفاضات أنا أقول لك يا أخي العزيز أيضا في منطقة الضالع منطقة مريس ومنطقة الحشاء أيضا هي منطقة استراتيجية هامة ومنطقة جبلية وهذه القبائل التي تسكن في الحشا وفي مريس مناطق الضالع وفي مناطق حجور هي تعتبر يعني مثال للمقاومه لان هذه المناطق لا توجد فيها حاضنه للميليشيات الحوثيه وحقيقه الامر اننا نقول ان هذه القبائل اذا خذلت كما خذلت دماج وكما خذلت قبائل البيضاء المقاومه منذ عام 2013 سوف تكون يعني انتكاسة لبقية القبائل لأن قبائل اليمن قاطبة ليست حاضنة للميليشيات الحوثية ولا تقبل هذه الإيديولوجية الدخيلة على المجتمع اليمني لكن هم ينظرون إلى قبائل الحجور وينظرون إلى قبائل مريس وإلى قبائل الحشا ماذا سيكون مصيرهم إذا كان هناك دعم وأنا هنا أقول الدعم اللوجستي المباشر ودعم المعدات والدخائر والاسلحه لهذه القبائل في الحد الادنى من قبل الشرعيه وقوات التحالف، لكن انا لا اخفيك يا اخي عبد الولي ولا اخفي الاخ المشاهد بان المواطن اليمني وخاصه من يؤيد الشرعيه وهي وهو السواد الاعظم اننا بدانا نتملل من من هم على راس الشرعيه نتيجه المماحكات السياسيه التي تؤدي الى اضعاف الجبهات الان كثير من القبائل ومن ضمنها هذه القبائل المقاومه خذلوا البيضاء سابقا وخذلوا الدماج قبل وخذلوا كثير من القبائل التي انتفضت وقاومت خذلت في ايضا جبهه الساحل بالانصاع او التماهي مع مطالب الميليشيا بالدخول في هدنه لم يستفد منها احد سوى الميليشيا طبعا ما لا شك فيه نحن نقول ان هذه الميليشيات لا تفقه سوى لغه الموت عندما رفعوا شعار الموت لاسرائيل الموت لامريكا اللعنه على اليهود كنا نعتقد بانهم يقصدون اسرائيل التي احتلت الاراضي الفلسطينيه وكنا نعتقد انهم يقصدون بهذه الصرخه التي يصرخون بها يقصدون بها يهود فلسطين ولكن اتضح لنا مؤخرا من خلال تصريحاتهم ومن خلال ما ينطقون بألسنتهم بأنهم يقصدون الشعب اليمني نفسه حيث يعتبرون أن كل يمني ينتمي إلى حمير إنما هو يهودي فإذا هذه السرقة هي حقيقة الأمر يرفعونها ويقصدون بها الشعب اليمني مع تواجدهم كمليشيات خارجه عن اطار الدوله وعن ادار مؤسسات نعم. الدولة سياده العميد والدستور سياده العميد اسقاط الطائرات محر. الطائرات الحوثيه المسيره خلال الايام الماضيه برصاص المقاومين يعني بامكاناتهم البسيطه بتدريبهم الذي لا يتعدي التعامل مع البندقية وبعض الأسلحة الرشاشة، يعني هل هذا يعني يفصح عن عن إدراك أكبر لمجريات المعركة وأيضا سيطرة على كل مفاصلها؟ طبعا اخي العزيز هذه الطائرات المسيره هي اتت من ايران ومعروفه هذه مكشوف امرها كدعم مباشر للميليشيات الحوثيه القبائل التي تقاوم باسلحتها البسيطه الاسلحه الشخصيه وبعض الاسلحه الرشاشات او الاسلحه المتوسطه ان وجدت لها الذخائر هؤلاء هم يدافعون عن ارضهم وعن ارضهم وعن منازلهم وعن اسرهم يعني عندما اقتحمت ميليشيات الحوثي في منطقه النامره تابعه لبني جبهان وبني القشيبي فجرت اكثر من 13 منزل صحيح. في هذه اغلبيه منزل. المنازل نعم في القريه فجرت اكثر من 13 صحيح. منزل هذه القبائل متعاطفه مع قبائل الحجور وكذلك في الحشا عندما استطاعت ان توصل الى الحشا فجرت كثير من المنازل ومن ضمنها من ضمن هذه المنازل منزل الأخ رئيس الأمن السياسي اللواء الركن عبدالحذيفي وزير الداخلية السابق <applause> فهذه الميليشيات معروف أنها تستخدم سياسة الإذلال والقهر والتفجير والتلقيم هم لا يملكون للشعب اليمني اي شيء الا ان يهبوا لهم اكثر من اثنين لهم. بالنسبه بالنسبه للحشا ما الذي تريده الميليشيا الحوثيه من الحشاة تحديدا في هذا الوقت؟ طبعا شوف الان الميليشيات الحوثيه هي تلفظ انفاسها الاخيره هي في هي اضعف من بيت العنكبوت وبقاء هذه الميليشيات ليس نتيجه قوه بل هي ضعيفه وفي وهن عظيم ولولا يعني تراخي نقول تراخي الشرعيه الذي منحها الاستمراريه والا هي منتهيه فهي تركز تركيزا مباشرا على استغلال الاحتماء بالمناطق الجبليه التي هي تعتبر درع الهي سبحانه وتعالى في اليمن وهب الله اليمن بهذه الدروع الالهيه التي تتمثل بالمرتفعات الجبليه فهم يحاولون ان يسيطرون على المناطق الاستراتيجيه مثل المواقع الجبليه لكي يسيطرون على بقيه تكون تحت سيطرتهم المناطق الاخرى وتكون هذه الجبال حصن لهم بعدم الوصول اليهم مثل ما هو حصل في نهم يعني نهم في نهم توقعاتك لسير المعارك في الفتره القادمه وخصوصا نحن نتحدث عن ثوره جبال والله يا اخي عبد الولي انا لا اخفيك انا لا اخفيك انا لست متفائلا كثيرا بالنسبه للقبائل في حجور او في الحشا او في البيضة او في عموم مناطق اليمن القبائل المقاومه لهذه الميليشيات لم تقصر ادت دورها واكثر من دورها والدور الان هو يعني منوط بقوات الشرعيه التي لا تبعد الا بضع كيلومترات عن مناطق الساخنه نحن. سواء كانت في الساحل في منطقه مستبى لا تبعد اكثر من 30 كيلو عن منطقه حجور وكشر وانا اقول لك ان انا شخصيا انا احمل شخصيا من خلال قناتكم المباركه احمل المسؤوليه الكامله للاخوان في الحزب الاصلاح وفي حزب السلفيين وفي حزب المؤتمر الشعبي العام هذه الثلاثه الاحزاب الكبيره التي تمتلك يعني اجنحه مسلحه وتمتلك قوه وخاصه الان مثل ما نشاهد هناك تجهيز كبير تمتلكه القوات ما يسمى بالشرعيه ولو انها بايديولوجيه اصلاحيه سلفيه نقول لهم لا تقبلوا حجور فاذا اخذتم حجور فلن تستطيعوا ان تصلوا الى حجور الا بدفع ثمن باهظ قد يمكن لا تستطيعون ان تدفعوا هذا الثمن نعم. وقد يكون عائقا في لا. تطهير وتحرير هذه المناطق الهامه لا. والاستراتيجيه وكذلك في الحشا وفي مريش وفي البيضاء نقول لهم اتقوا الله في الشعب اليمني اتركوا المماحكات السياسيه صحيح. اتركوا مصالحكم الحزبيه وانظروا الى و... ويرتقوا الوطن. قليلا بقضيتهم الوطنيه اذا الخبير العسكري العميد ركن حسين العمري كنت معي من المانيا عبر سكايب شكرا جزيلا لك على كل الايضاحات الضافيه التي قدمتها في حلقه اليوم أعود إليك الصحفي فوزي المريسي وضع الإنساني بالتأكيد يتفاقم في أي منطقة يكون فيها نزاعات ويكون فيها مواجهات مسلحة ماذا عن الحشاء؟ آه نعم نحن أمام وضع إنساني في أطراف محافظة الضالع سواء في الحشاء أو في دمت هذا الوضع يستدعي التفاته من قبل المنظمات المانحة يستدعي التفاته من منظمات الإغاثة في مناطق المواجهات المحيطة بمديرية دمت بمدينة دمت سواء قريتي الحقب وبيت اليزيدي أو في القرى الواقعة في مناطق المواجهات القريبة من سوق الطاحون والأحذوف قاع الأحذوف في الحشاء هذه المناطق شهدت حاله كبيره من النزوح من قبل المواطنين هذا النزوح شكل ايضا عبء اضافي على القائمين على هذا العمل الانساني في المديريتين في المحافظه انا تواصلت مع مسؤول الملف الاغاثي وملف الاغاثه والاعمال الانسانيه في مديريه قعطبه هو الذي يتولى مسؤوليه هذا الجانب ويشير الى ان وجود نازحين جدد من مناطق المواجهات في الحشا شكل ايضا حمل على المديرية مديريه قعطبه هي اليوم تستوعب مدينه قعطبه تستوعب مئات بل الاف النازحين منهم من الساحل الغربي ومنهم من مديريه الحشا ومنهم من مديريه دمت وبالتالي هذا الوضع يستدعي تدخل او التفات اكثر سواء من قبل القائمين على الهلال الاحمر الاماراتي او مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه او اي منظمات اغاثيه اخرى نوجه الدعوه من خلال قناتكم الكريمه وبرنامجكم هذا لهذه المنظمات للالتفات اكثر ولمضاعفه الجهود في هذه المناطق لانها تشهد حاله نزوح كبير كما اشرنا الوضع الانساني تفاقم كثير من الاسر جففت مصادر الدخل وأنا أتحدث عن مناطق زرتها ودخلت إليها قبل أن أتي إلى هنا في مديرية دمت هذه قرية الحقب بشكل كامل هجر أبناؤها لأنهم احتضنوا قوات المقاومة والجيش الوطني عندما دخلوا إلى هذه القرية وتحولت المعركة وتحولت إلى ساحة معركة المنازل تعرضت للخراب زرعت الغام كبيره في محيط المنازل والمناطق المحيطه بها يوم امس كانت هذه القريه على موعد مع ماساه انسانيه وهي ان امراتين تعرضتا لانفجار لغم بينما كانت تحاول ان تاخذ بعض الاشياء من منزلهما وهما في الطريق اليه ايضا هناك ماساه انسانيه ما تزال تلاحق سكان القرى المحرره جنوب مدينه قدمت وهي الألغام كانت هناك مأساة إنسانية أخرى لأسرة مكونة من مجموعة أفراد تعرضت طفلتين للإصابة البليغة وتعرضت أم سنة أيضا لإصابة هذا اللغم م. هذا يأتي بعد أيام من انفجار مقذوف أعداد من مخلفات كبيرة. الحرب لا. باحد المزارعين زراعه الالغام هذه عاده حبسيه في كل المناطق كانت تخرج منها نعم كانت هذه القرى مزارع المواطنين فيها كانوا يزرعون ما يقتاتون منه سواء من الخضروات او من اي المزروعات الاخرى التي تساعدهم على العيش يعودون الى قراهم بعد سنوات من سيطرة الميليشيات عليها وبعد تحريرها يعودون إليها وقد زرعت بالألغام ومقذوفات الحرب هذه هي المأساة التي يجب على المنظمات أن تنظر إليها وأن لا تدع مجال للميليشيات بممارسة مثلها في المناطق الأخرى إذن الصحفي فوزي المريسي أنا أشكرك جزيل الشكر على تشريفك في هذا اللقاء وكل المعلومات والإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.